التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مع فخامة رئيس جمهورية فرنسا الصديقة إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة العراقية. حضر اللقاء معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم غصاب الزمانان.